عملت مشروع اسمه صبيت خزانته أونلاين. بيدور من كل إشي. إيش صبيت خزانته؟ عشان هذي السيبرات رسمي شكتات قمصان يعني جميع مستلزمات الصبايا كلها بتكون متوفرة عندي في المتجر. أنا اليوم مشاركة بالمعرض عشان أكبر من المشروع تبعي ويكون في عليه شهرة أكثر وإقبال أكثر، وأنا عارف أنا شخصيا صاحبتي المتجر عشان يكون البيزنس يكون في تواصل ويكون في مصداقية، يعني صاحب المتجر يكون في مصداقية في التعامل. صحيح موجود عندي صفحة الانستغرام